الو جيسي تجي لو سمحتي. شكرا. نعم معالي الوزير. عم تيجي عدة شكاوى يا جيسي انه سنترال الوزارة مش عم بيفهم. كيف يعني؟ بيقولوا لي في صدى بالصوت وكأنه في خنقة وبيطلع وبينزل ومين ما عم يتصل ما حدا عم يفهم شيء. طيب مين مسؤول عن الموضوع؟ لحظة معالي الوزير. الو جلول تطلعي شوي على مكتب معالي الوزير. اوكي هيدي جلول موصفة السنترال الجديدة. اسمه جلول؟ تفضل جلول. أنا جلوة. لحظة 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 أنا مين بكون؟ معالي الوزايو. وأنتي شو اسمك؟ أنا جلوة. يا جيسي وكيف وصفينا هاي بالسنترال؟ مش سامع حكيا؟ حكيون للشباوة. معالي الوزير جلول إجت بواسطة بعدين شو بو حكيا؟ تحكي عطاءين ثلاثة يعني السلولار لما بيكون بأسوأ حالاته بفهم أكثر منها. يعني معالي الوزايو لمن إيه حكون؟ مش عم تفهم علايون؟ أبداً ولا كلمة. أو كيف فهمت السؤال؟ لا وقحة كمان. جيسي تفصلوها فوراً عن وظيفة السنترال وبتجيبي وحدي محلها تفهم. شو؟ أنا مش عم فهم. معالي الوزير جلول بملاك الوزارة يعني بتقبض لو ما اشتغلت. فإذاً شيلوها من السنترال وحطوها بتصرف مكتب الوزير. ولشو بتعوزها؟ لحظة لحظة هذا دوني شمعون ردي عليه قولي له مش موجود. أليوة مكتب الوزاية بطرس حارب من بريد ديوبة شو؟ معالي الوزاية طبش خد ديوبة. مبروك الوظيفة يا جلول انت أفضل إنساني لهش للبعض. معالي الوزاية ما تضحكي كطايو بحيث قبل ما يطبش قلون او